أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مبعوث بن مبارك بن ماضي بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة حضرموت، ورأفت علي إبراهيم الثقلي بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرى. وعقب ذلك تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمحافظين الجديدين بكلمة توجيهية حثهما فيها على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتفعيل أجهزة الدولة وإقامة العدل وإنفاذ القانون، والعمل مع كافة المكونات لاستثمار المقومات الفريدة للمحافظتين المتميزتين تاريخا وموقعا وفرصا تنموية واعدة.